في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، درس السابع الزوايا، صفحة 37. كان عندنا صفحة 37 من درس الزوايا الحصة الخامسة. السؤال الأول: أكمل بما يناسب حادة أو قائمة أو منفرجة. إذن كنا لاحظنا الزوايا ثلاث أنواع: زاوية حادة أو زاوية قائمة أو زاوية منفرجة. عرفنا أن القائمة هي التي يكون قياسها 90 درجة، حادة أقل من 90 درجة، منفرجة أكبر من 90 درجة، والزاوية القائمة نقيسها بواسطة المزوات المثلث. نلاحظ مثلا هذه الزاوية، إذا نقيسها بواسطة المزوات نجدها 90 درجة، هي زاوية قائمة. هذه الزاوية الثانية نقيسها بالمزوات، هي أقل من زاوية قائمة، أي أقل من 90 درجة. إذن نكتب زاوية حادة. الزاوية نقيسها بالمزوات هي أكبر من الزاوية القائمة، إذن زاوية منفرجة. السؤال الثاني: أصنف الزوايا في الجدول. إذن نفس الطريقة نديرها، نقيس الزوايا زاوية، إذن هذه زاوية قائمة، نكتب قائمة. زاوية بي، نقيس زاوية بي أقل من زاوية قائمة، أي أقل من 90 درجة، إذا نكتب زاوية حادة. زاوية سي نقيسها أكبر من الزاوية القائمة، إذن زاوية منفرجة. زاوية أو نقيسها أيضا بواسطة المزوات، هي أقل من 90 درجة، أي أقل من زاوية قائمة، إذن زاوية حادة. السؤال الثالث: أستعمل المزوات وأحدد كل زاوية قائمة وألونها. ونستعمل هذا المزوات، إذا زاوية قائمة لا داعي للتكرار، نقيسها. عرفنا كيف نستعمل المزوات وكيف نقيس الزوايا. هذه زاوية قائمة أيضا، هذه زاوية قائمة. السؤال الرابع: أنشئ كل زاوية. زاوية حادة بهذا الشكل، زاوية قائمة، نستعمل دائما المزوات، هذه زاوية قائمة، زاوية منفرجة أكبر من الزاوية القائمة. السؤال الخامس: ألون الزوايا في الشكل كما يلي. زاوية حادة نلونها بهذا اللون، نعم هذه زاوية حادة، هذه أيضا زاوية حادة، زاوية أ، زاوية قائمة باللون الأزرق، إذا عندنا الزاوية سي.
زاوية منفرجة باللون الأخضر. إذا عندنا الزاوية E والزاوية B. وأخيرا أتذكر أن الزوايا ثلاث أنواع. أولا زاوية حادة يكون أصغر من الزاوية القائمة أو أقل من الزاوية من 90 درجة. زاوية القائمة يكون قياسها 90 درجة، نقيسها بواسطة المزوات. إذن زاوية حادة أنجل إيغي، زاوية قائمة أنجل دخوا، زاوية منفرجة أكبر من 90 درجة أي أكبر من زاوية قائمة أنجل أوبتيس. ونأتي إلى نهاية الصفحة 37. ولا تنسوا الدعم، ولا تنسوا الاشتراك